تخلف عن الحضور إلى مركز عمله وغاب عن منزله لأكثر من 24 ساعة. لم يخيل لأقاربه وأبناء بلدته إلا الأسوأ، فنزلوا إلى الشارع واعتصموا باعتقادهم أن ابن بلدتهم مختفٍ. إنها باختصار قصة الجندي في الجيش اللبناني علي إبراهيم الغوش، غادر برجة إلى الخدمة صباح الأحد ولم يعد، فكانت النتيجة اعتصام نفذه أهل بلدته احتجاجا مقفلين الطريق الدولية في جدرة. الساعة 9 إلا ربع طلع من البيت، رايحة خدمته. الساعة 2 إلا ربع بيتصلوا فيه من المركز تبعه بيقولوا لي وين علي؟ وين علي؟ قلت لنا عليه راح الخدمة، قال ما وصل. قلت له طيب أنا مسؤول عنه، ما أنتم مسؤولين عنه، أنا عرفته إنه عارفه إنه راح لعندكم على الخدمة. حاولنا نتصل فيه، بعثنا له رسائل، التليفون عمال بينفتح وعمال بسكر. وخلال اعتصام الأهالي مرت سيارة من نوع بي إم فحاولوا منعها من العبور، إلا أنها عبرت بسرعة وصدمت كلا من إياد الخطيب الذي كسرت يده، وسالم حمية ومحمد دمج ومحمد ترو الذين أصيبوا برضوض. هذا كله قبل أن تكشف في وقت لاحق حقيقة الأمر ويتبين أن غوش عاد إلى مركز عمله بسلام، وكان غيابه لأسباب شخصية بحسب ما أفادت المعلومات.